مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم في هذه التغطية المباشرة لمتابعة تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد بدلا من وضع مراقب. يأتي ذلك في ظل معارضة أمريكية، حيث تشترط واشنطن الحصول على العضوية من خلال التفاوض والوصول لاتفاق سلام. تشترط الحصول على العضوية موافقة 9 أعضاء على الأقل من مجلس الأمن وعدم وجود فيتو من أحد الدول الدائمة للعضوية. للحديث بشكل أكثر تفصيلا حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القدس المحتلة ضيفنا الكريم دكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي. تحياتي لك دكتور منير، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا، حياك الله، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يأتي العيد القادم وقد جبلت قلوبنا من هذا الألم في قطاع غزة. يا رب جميعا. الحقيقة أنه الألم يبني قلوبنا جميعا دكتور، ولكن تحية للصمود بكل تأكيد. دكتور، كيف تقرأ قرار الأمم المتحدة بتحويل طلب فلسطين من صفة مراقب إلى دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة؟ تحويل هذا القرار إلى اللجنة المعنية، كيف تقرأ هذا القرار؟ نعم، هذا الأمر أتى بطلب من دولة فلسطين. نعم. التي لها في هذا الوقت صفة الدولة المراقب في الأمم المتحدة، وهي على فكرة أيضا دولة عضو في عدد من المنظمات الأخرى في العالم، ولكن وضعها في الأمم المتحدة هي أنها دولة مراقب. فطلبت دولة فلسطين من الأمين العام للأمم المتحدة أن يعيد تجديد الطلب الذي كانت قد قدمته عام 2011 للانضمام إلى الأمم المتحدة بعضوية كاملة. فأحال هذا الطلب إلى مجلس الأمن. مجلس الأمن يدرس الآن هذا الطلب. طبعا الأمر سياسي بامتياز، إذا قررت الولايات المتحدة أن تعرقل هذا الطلب فإنها بكل بساطة تستطيع أن تستخدم حق النقد الفيتو، وبالتالي لن يصل في نهاية المطاف إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي يجب أن توافق بأغلبية 2/3 أعضائها. ولكن قبل أن توافق الجمعية العامة يجب أن يوافق مجلس الأمن. مجلس الأمن بطبيعة الحال هنالك حق نقد ل5 دول في العالم، إحداها الولايات المتحدة، وهي من المحتمل كثيرا أن تستخدم حق النقد الفيتو لعرقلت هذا الطلب. ولكن يعني أنا أستغرب صراحة أننا نركز على هذا الطلب، يعني أنا دولة فلسطين في هذا الوقت تركز على هذا الطلب في هذا التوقيت. كنت لما الاندهاش دكتور؟ يعني هو ليس اندهاشا، ولكنه استغراب أكثر، لأنه يعني يوجد لدينا أولويات أخرى في هذا الوقت. أولويتنا هي وقف العدوان، معاقبة الاحتلال الإسرائيلي على العدوان، التأكد من عدم وصول الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي. أعتقد أن جهدنا الدبلوماسي كدولة فلسطين، ولكن أيضا كدول مساندة للحق الفلسطيني، يعني بالتالي يجب أن تنصب حول أمور أخرى، على رأسها معاقبة الاحتلال الإسرائيلي واستصدار قرارات سواء من الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من أماكن أخرى. حقيقة يعني أنا أفهم رمزية دخول فلسطين إلى الأمم المتحدة، ولكنه لا يتعدى الرمزية صراحة. ولكن يعني ولكن إذا افترضنا أن حصلت فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ألا يساوي ذلك مزيد من الصلاحيات، مزيد من الوجود على الأرض، مزيد من فرض الرأي وفرض المصلحة وفرض الوجود بشكل عام؟ نعم، فرض وجود أمام الاحتلال الإسرائيلي. نعم. أمام نعم. حكومة نتنياهو. نعم. بطبيعة الحال سيعتبر نتنياهو خسارة، ستعتبر القيادة الفلسطينية نجاحا. ولكن هو من الناحية العملية ليس مهما كثيرا، لأن فلسطين معترف بها كدولة، وهي فعلا عضو في عدد كبير من المنظمات الدولية. مثلا يعني قبل عدة سنوات كان من المهم الحصول على الاعتراف بأن فلسطين دولة. نعم. لأن فلسطين أرادت أن تنضم إلى مجموعة من المعاهدات الدولية وأيضا المنظمات، وإحدى المعاهدات المهمة كانت ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. الآن مثلا المحكمة الجنائية الدولية في العام 2021 أقرت بأن فلسطين دولة، وأنها دولة عضو في ميثاق روما.
وبالتالي يسري ميثاق روما على أراضي دولة فلسطين، وهذا مهم صراحة وهو إنجاز. يعني أفهم أنه مدعات الاستغراب لدى حضرتك دكتور منير هي فكرة فقه الأولويات، وأنه صحيح. كان على فلسطين أن تطلب مطالب هي أولوية وحتمية بشكل أكبر. صحيح، فعلا هذا هو الأولويات. يعني برأيي انضمامنا إلى الأمم المتحدة كعضو هو مسألة رمزية ليست أكثر من ذلك. أنا أفهم بأن هذا الأمر يعني سيغضب الاحتلال الإسرائيلي، وأفهم بأن الولايات المتحدة لن تسمح به، ولكن بعد أن ترفضوا الولايات المتحدة، وقد سمعت من دبلوماسيين مختلفين في العالم بأن هنالك دبلوماسيين ودول كثيرة في العالم ستقوم بحملة لدعم هذا الطلب، وهذا هو السؤال الذي أتساءل في هذه الأيام. هل هذه هي الحملة التي نحتاجها الآن، حملة للاعتراف ليس في الاعتراف يعني لانضمام فلسطين للأمم المتحدة، أم أننا نحتاج إلى حملة قوية جدا لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي الذي الآن يحاكم من قبل جنوب إفريقيا، والذي أيضا يعني نيكاراغوا تحاكم ألمانيا من أجل فلسطين، وتطلب من الأمم المتحدة أو من محكمة العدل الدولية أن تفرض على ألمانيا إجراءات احترازية بأن لا تصدر الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي. أعتقد أن هذا هو المسار الدبلوماسي الصحيح الذي يجب علينا الضغط. أنت تعلمين يعني من سيصوت لنا الآن سيعتبر أنه يعني أنجز، خصوصا إذا كان من الدول الغربية، سيعتبر نفسه أنه يعني قام أدى دورا تجاه القضية. في نهاية المطاف سيقول لنا لقد صنعنا من أجلكم الكثير، لقد نحن نناضل بجانبكم من أجل حصولكم على عضوية الأمم المتحدة، وهذا أقل أهمية صراحة من أن يناضلوا من أجل معاقبة الاحتلال الإسرائيلي. برأيي صراحة نحن نهدي الدول التي لا تريد أن تعاقب إسرائيل في هذا الوقت، نهديها مخرجا ومهربا من هذا الأمر. الأولوية هي المعاقبة الآن، لأننا نريد وقف حمام الدم في قطاع غزة وإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف هذا العدوان، وأيضا على جبر الضرر. يعني هنالك أضرار، كل هذا الدمار الذي أنتجه الاحتلال على المجتمع الدولي الآن أن يبدأ على من التأكد أن هذا العدوان لن يتكرر في المستقبل، الإبادة الجماعية التي تقترف الآن في قطاع غزة لن تتكرر في المستقبل، وأن الاحتلال الإسرائيلي سيقوم بجبر الضرر عن هذا الأمر. هذه هي أولويتنا في هذا الوقت، وهي أكثر أهمية صراحة من أي أمر آخر. أنا أفهم بأن هنالك يعني رؤية بأن هذه مصلحة فلسطينية، وهذه هي الرؤية يعني القيادة الفلسطينية بشكل عام، أفهم ذلك، ولكن أنا برأيي بأن هذا الأمر ليس أولوية في هذا الوقت. الأولوية الآن هي لوقف حمام الدم في قطاع غزة، وهنا يجب أن تنصب جهودنا الدبلوماسية الفلسطينية والعربية ومنظمة التعاون الإسلامي. هنالك الكثير من القرارات، يعني هنالك قرار مهم صدر في القمة التي عقدت في الرياض، هذا القرار فيه مجموعة من الإجراءات، علينا أن نتابع هذه الإجراءات، أن نحث الدول المختلفة على العمل على وقف تصدير واستيراد الأسلحة من الاحتلال الإسرائيلي. هذا مثلا أولوية عظمى بالنسبة لنا. صحيح. وقد صدر قرار من مجلس حقوق الإنسان قبل حوالي أسبوع. صحيح. بهذا الأمر، وهو مهم أيضا. يعني هذا برأيي هنا يجب أن تنصب جهودنا، يجب أن نتأكد بأن من يعني يدعم ويتواطأ مع الإبادة الجماعية بأنه يعلم بأنه سيعاقب وأنه سيقاطع وأنه متواطئ على جريمة عظمى، حتى يكف الاحتلال يده عن أبناء شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. يعني نحن في وضع خطير جدا، وبرأيي أن يعني ما أصاب قطاع غزة يعني يصيب بشكل من الأشكال وبشكل أقل بكثير بطبيعة الحال، ولكن هنالك أخطار كبيرة أيضا على ما تبقى من فلسطين. برأيي هذا هنا يجب أن تنصب الآن الجهود أكثر من الخطوات الرمزية. يعني دكتور، يمكن سألت حضرتك منذ قليل على فكرة الصلاحيات التي من الممكن أن تحصل عليها دولة فلسطين
إذا تم الموافقة على إلحاقها كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. ولكن كان علي لزاما أن أسأل في البداية عن الفرق ما بين أن تكون دولة فلسطين دولة مراقب أو دولة كاملة العضوية. دائما ما أبحث عن الاستفادة، ما أبحث عن الصلاحيات التي من الممكن أن تحصل عليها. نعم، التصويت. نعم، هذه هي الصلاحية الأهم. إذا انضمت فلسطين إلى الأمم المتحدة كدولة عضو، سيكون لها الحق بالتصويت في الأمم المتحدة على القرارات المختلفة. وهذا الأمر سيجبرها على فكرة، إحنا ربما هي صلاحية ولكن في نفس الوقت فيها إحراج، سيجبرها أيضا على اتخاذ مواقف من أمور هي تحتاج الآن، بأنها بما أنها لا تحتاج إلى أن تصوت فإنها ليس لديها موقف بالضرورة. مواقف من دول كثيرة، من صراعات كثيرة في العالم، فستصبح دولة مثل باقي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لها صوت وعليها أن تدلي بهذا الصوت وتدلي بهذا الرأي. يعني هذه هي الصلاحية الأهم صراحة، غير ذلك لا يوجد أهمية كبرى، لأن الاعتراف الموجود بدولة فلسطين كدولة، يعني وجودها الآن في الأمم المتحدة كدولة مراقب منذ العام 2012، هو بحد ذاته اعتراف من الأمم المتحدة بأن فلسطين دولة. فلسطين عندما تشارك في النقاشات الآن سواء دكتور عفوا، ماذا يعني أن تكون فلسطين دولة مراقب؟ ماذا تعني هذه الكلمة أو هذا الوصف دولة مراقب؟ أي أن لها مقعد في الأمم المتحدة، تستطيع من خلاله المشاركة في النقاشات، في إلقاء خطابات مثلا، وكأنه وضع تشريفي دكتور، وكأنه وضع شرفي أو وضع صوري، لا يحق لها أن تتخذ قرار فعليا أو أن تصوت فعليا من بين المصوتين في الأمم المتحدة، هو فقط تشريف لهذه الدولة العظيمة. يعني هو شرفي، وهي ليست الوحيدة على فكرة، هنالك دولة أخرى وهي الفاتيكان. دولة الفاتيكان وهي معترف بها من جميع دول العالم باختيارها، هي دولة مراقب، لا تريد أن تكون في وضع تضطر فيه بأن تصوت على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولكن الظرف مختلف. عفوا، الظرف مختلف ما بين فلسطين وما بين الفاتيكان، الظرف بالتأكيد مختلف، يعني الحالتين أو الدولتين ليستا متشابهتين. طبعا طبعا الظرف مختلف كثيرا. صحيح، ولكن نعم، يعني الدولة المراقب لا يحق لها المشاركة بالتصويت في القرارات، ربما لا تشارك ببعض اللجان. ولكن دعيني أقول، أنا على الرغم من أن دولة فلسطين هي دولة مراقب في الأمم المتحدة وليست عضو، إلا أن تأثيرها كبير، لأن لها دعم من المجموعة العربية، من منظمة التعاون الإسلامي، من دول عدم الانحياز، بالتالي هي دولة مؤثرة كثيرا في ميزان العمل داخل الأمم المتحدة. يعني دبلوماسيا هي لها قوة كبيرة، سواء في الجمعية العامة، سواء في مجلس حقوق الإنسان وفي غير ذلك من المجالس، وهي دولة كاملة العضوية في يعني في منظمات أخرى مرتبطة بالأمم المتحدة مثلا مثل اليونسكو وغيرها. بالتالي يعني هي دولة مؤثرة، غير مضطرة لأن تصوت على أي قرار، غير مضطرة لأن تكون عضو في لجان. أنا أفهم بأن هنالك رغبة، الرغبة بدأت منذ يعني العام 2000 عندما رفض على فكرة المدعي العام للأمم المتحدة بعد طلب فلسطين عام 2009 للانضمام إلى الأمين العام المدعي العام لمحكمة العدل الجنايات الدولية، عندما طلبت فلسطين الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية عام 2009، درس الأمر ثم قال بأنه غير متأكد بأن فلسطين دولة، وبالتالي هو يعتذر عن قبول طلب فلسطين لأن يكون هنالك ولاية قضائية. فبعد ذلك تنشطت دولة فلسطين، وبرأيي كان هذا أمرا مهما حقيقة، تنشطت في تأكيد وجودها كدولة، الأمر الذي تم الاعتراف به عالميا، ولكن بدون كل الالتزامات التي تلتزم بها الدولة، خصوصا في منظمة مثل الأمم المتحدة. في نهاية المطاف فلسطين دولة محتلة تعاني من الفصل العنصري أيضا بالإضافة إلى الاحتلال، والآن تعاني من الإبادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة. بالتالي ربما أولويتنا هي الانعتاق من هذا الاحتلال، الانعتاق وتفكك تفكيك
منظومة الفصل العنصري، كما أوصت مجموعة كبيرة من المنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية وحتى الإسرائيلية التي طالبت بتفكيك منظومة الفصل العنصري، وكما طالب أيضا مقررين خواص تابعين للأمم المتحدة. بالتالي هذه هي يعني هذا ما يجب علينا أن نعمل عليه في هذه الأيام، أن ننعتق ونتحرر من هذا الظلم الكبير، ثم يكون يعني مشاركتنا في الأمم المتحدة أو في أي منظمات أخرى يكون أمر يعني سهل وليس نعم. طبعا أنا أفهم أن الأمر سيبدو على أنه انتصار سياسي كبير أمام الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا وأن الولايات المتحدة فعلا لن تقبل بأن ندخل إلى الأمم المتحدة رغما عن الاحتلال الإسرائيلي. يعني أتفهم جدا ما اتفقنا عليه في البداية دكتور منير عن فكرة فقه الأولويات، وأن أمام فلسطين الآن كثير من الأولويات الأبدى أن تكون هي على طاولة النقاش أو على طاولة أخذ قرار بشكل فوري، منها وقف هذه الحرب بشكل فوري. تحياتي لك، بالغ التحية دكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس، شكرا جزيلا لحضرتك، كنت معنا مباشرة من القدس، شكرا جزيلا لك. أكدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة دعمها الكامل ووقوفها إلى جانب فلسطين في هذا الطلب التي تقدمت به إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة. فلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة منذ عام 2012 وما زالت تنتظر حتى الآن الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. كثير من الدول أيضا أكدت على عزمها الوقوف إلى جانب فلسطين ودعمها في هذا الطلب والوقوف إلى جانبها واعتراف بدولة فلسطين ذات سيادة كاملة ولها كل الحقوق. مجموعة من الدول منها إسبانيا، إسبانيا، أيرلندا، مالطا وسلوفينيا وكثير من الدول. نتابع تفاصيل أكثر في التقرير القادم. في خطوة وصفها الفلسطينيون بأنها تاريخية ونددت بها إسرائيل بشدة، أعلن مجلس الأمن الدولي أنه سيتخذ قرارا بحلول نهاية إبريل بشأن طلب الفلسطينيين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. ووفقا للنظام الداخلي لمجلس الأمن، أحالت رئيسة المجلس للشهر الحالي سفيرة مالطا لدى الأمم المتحدة، أحالت طلب فلسطين بشأن الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة إلى لجنة المجلس المعنية بالنظر في طلبات الأعضاء الجدد. وتبحث اللجنة التابعة لمجلس الأمن أي طلب يحال إليها وتبلغ المجلس بالنتائج التي تخلص إليها قبل انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة بما لا يقل عن 35 يوما، أو في حالة الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للجمعية العامة بما لا يقل عن 14 يوما قبل انعقاد مثل هذه الدورة. وفي القرار أعربت الجمعية العامة عن أملها أن يستجيب مجلس الأمن للطلب الذي قدمته فلسطين في سبتمبر للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة. في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن أن بلاده تعتزم التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية في الأسابيع المقبلة. جدير بالذكر أنه في سبتمبر 2011 أطلق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ذلك الإجراء وطلب انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة، ولم تثمر هذه المبادرة، لكن حصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة المراقب في الأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 من نوفمبر 2012. أما في الأسبوع الماضي فقد أعاد الجانب الفلسطيني تحريك طلب العضوية في رسالة إلى مجلس الأمن الذي بدأ عملية المراجعة يوم الاثنين الماضي. لينجح الطلب يجب أولا نيل توصية إيجابية من مجلس الأمن بتسعة أصوات مؤيدة على الأقل بدون فيتو من دولة دائمة العضوية، ثم تصويت أغلبية الثلثين في الجمعية العامة.
وللتعليق ينضم إلينا من مدريد دكتور صلاح قيراطة أستاذ العلاقات الدولية. تحياتي لك دكتور صلاح، أهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير دكتور صلاح. بداية، ومع طلب فلسطين إلى الأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة، توقعات حضرتك لهذا القرار ومساحة التصويت إيجابا عليه؟ يعني الجو مشحون إيجابا في معظم دول العالم، فقد تقدمت الجامعة العربية بطلب تؤكد فيه موافقتها، كذلك صاحبها المؤتمر الإسلامي، وكذا مؤتمرات أو مؤسسات دولية أو منظمات دولية كانت قد قالت في هذا الاتجاه دافعة بالموافقة. نعم. معلوم أنه يوم الاثنين تمت الموافقة من قبل، أو تمت إحالة الطلب من قبل مجلس الأمن من خلال رئيسته وهي مندوب مالطا هذه المرة إلى لجنة القبول. الخوف الحقيقي هو ما كانت قد تحدثت عنه نائب المندوب الأمريكي، بمعنى أن هذا الأمر ليس مكانه هنا مجلس الأمن ولا الجمعية العامة. طبعا هنا لنا أن نتساءل أين سيكون مكانه، أين مكان البوسترال؟ نعم. الرد عند الأمريكان كما هو معلوم عنهم دائما أنه بين إسرائيل، يعني بين المغتصب والمحتل والخارج على الشرعية الدولية وأصحاب الحق الحقيقيين الذين يدافعون عن أرض وعرض. وقالت أمريكا أيضا أن هذا يجب أن يكون من خلال محادثات سلام مباشرة. الخشي الآن سيدتي الكريمة، وكلكم يعلم أن أمريكا خلال 6 أشهر ماضيات كانت قد اتخذت 3 مرات حق النقد الفيتو أو مارسته ضد أي قرار تقدمت فيه روسيا والجزائر وبعض الدول أمريكا اللاتينية في محاولة منها لرأب الصدى ولوقف إطلاق النار، ولو كان هذا مؤقتا، إلا أن أمريكا لم تأبه بذلك ولا زالت حتى الآن، رغم أنها كانت قد مررت قرارا أخيرا لكن تحت البند 6 وليس 7، وهي ما زالت تدفع بالعتاد العسكري والذخائر دائما للكيان. حتى أني أقول لكم أنه في اليوم 150 للعمليات العسكرية العدائية التي يقوم بها الكيان ضد أهلنا الفلسطينيين في قطاع غزة، كانت قد نشرت إحدى الصحف الأمريكية مقالا قالت فيه وبالأرقام أن 100 شحنة ذخائر كانت قد وصلت، أقصد أنه كل يوم ونص كانت تصل. مازال الدعم مستمر. نعم. وهذه الدكتور إذا تسمح. نعم. وعفوا للمقاطعة، كلام هذه النائبة الأمريكية هو إشارة أو تلويح بأنه سيكون هناك رفض من قبل الأمم المتحدة، سيكون استخدام لحق الفيتو على هذا القرار؟ هذا واضح تمام الوضوح، سيما أننا نعلم أن القرار هذا كان إنما هو إعادة طرح، لأنه كان قد طرح في العام 2011 من خلال اقتراح الفلسطينيين. وفي حينها أمريكا كانت قد اتخذت حق النقد الفيتو. روسيا قالت مؤخرا، أعتقد أول أمس أو 3 أيام تحديدا، قالت أنه ليس من المنطق أن يعاد طرح هذا الكلام، لأننا كنا وافقنا منذ زمن بعيد، ويقصد المندوب الروسي أنه منذ عام 2011، بمعنى أن من خذل العالم أو من وقف أمام موقف إلى حد ما أخلاقي إنساني منسجم وقواعد القانون الدولي هو الأمريكان. الخشي الآن أن يتخذ الأمريكان قرارا بالفيتو أو يستخدم حق النقد الفيتو، وبالتالي لن يرفع القرار من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، وبالتالي سنكون أمام رفض، يعني رفض قصرا إكراها غصبا واقتصادا. ولكن برأي حضرتك أيضا، توقعاتك لهذا القرار في ظل أنه ما زال حتى الآن الكيان المحتل يمارس الانتهاكات المستمرة وسياسة التجويع تجاه الشعب الفلسطيني حتى هذه اللحظة بعد 188 يوم من العملية العسكرية تجاه الفلسطينيين؟ سيدتي أعزين، إذا قلت أنه 179 يوم أعتقد العمليات القتالية حتى الآن، أو لا أنا غلطان، ما في مشكلة. على أي حال، الدول الأوروبية والدول العربية والدول الإسلامية وكل دولة في هذا العالم تتحدث ليس زورا أو كلاما بلا رصيد، تتحدث عن القيم الإنسانية، إنما يعني تنظر إلى ما يحدث في الأرض في أرض غزة على أن إسرائيل تمادت إلى حد بعيد، حتى أن بعض القادة الأوروبيين كانوا قد تحدثوا، بمعنى لأوضح الفكرة للسادة المشاهدين
أقول يعني بالقانون إن واجهك أحد بحجر ليس من المنطق أن ترد عليه بمدفع. حتى الرئيس الفرنسي قال على 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 الكيان أن يكون يعني منطقيا في طريقة رده. الكيان حتى لحظتنا هذه خرق القانون الدولي، يمارس جرائم حرب امتياز، يعني مارس التطهير العرقي، مارس التهجير القسري، إبادة جماعية، الإبادة الجماعية، كل هذه الأمور سيدتي الكريمة أو أختي الكريمة يمارسها الكيان على رؤوس الأشهاد مدعومة من الأمريكان، ولا تزال يعني معظم التصريحات لا تعد أن تكون ظواهر صوتية بلا وقائع فعلية. لكن للأمانة أقول، حيث أنا الآن إسبانيا مع بعض الدول الأخرى يعني كانت قد تحسست الموقف منذ البدايات، فدعت إسبانيا وهي في حينها كانت الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي مع نهاية العام الفائت، كانت قد دعت إلى يعني حشد الاتحاد الأوروبي لموقف واحد وهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، سيما أننا كلنا كمهتمين وكل عاقل في هذا الكون يقول أنه طالما هناك احتلال لابد أن يكون هناك مقاومة، ولا أمن ولا أمانة في المنطقة طالما أن الإسرائيليون أو الصهاينة مغتصبون للحق، مغتصبون للأرض، يضطهدون يعني يقهرون إلى ما هنالك، يجوعون، كل هذه الممارسات. إسبانيا كانت قد قالت ذلك، وفي حينها عادت وأكدت أنه إن لم تستطع أن تقنع الاتحاد الأوروبي بكامل كتلته كعدد دول ستعترف بمفردها. آخر تصريحات سانشيز رئيس الوزراء الإسباني أنه بحدود الشهر السابع القادم ستعترف إسبانيا ولو لوحدها، وهذا طبعا لن تكون لوحدها لأن هناك دول أخرى تعاضدت معها، ستعترف بدولة فلسطين في الشهر السابع، في حين كان رئيس وزير خارجية أيرلندا يوم أمس أمام مجلس نيابي كان قد قال أننا في معرض الاعتراف خلال أسبوعين من الآن، وقال أنني سأتقدم بطلب إلى الحكومة للاعتراف بدولة الفلسطينية، وأضاف قال أعتقد أنه لن يساور أحدكم الشك بأن هل اعترافنا بالدولة الفلسطينية بات قاب قوسين أو أدنى، أستراليا، مالطا، سلوفينيا، البرتغال، يعني في موقف أوروبي متقدم نسبيا. لكن كما كنت قد أسلفت وأنا هنا أتحدث سياسة ولا أريد الأحباط، الخشية من أمريكا أن تمارس حقها في الفيتو. لكن دعوني أقول عبر قناتكم التي أشرف ظهري معها المرة الأولى، القضية برمتها هي في إصلاح الهيئة الأممية. معلوما أيها السادة أن الدول التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية هي من تمكنت من الحصول على حق النقد، وبالتالي بقيت يعني دعوني أقول متسلطة على المستضعفين من دول أخرى. أي دولة تحميها دولة تحمي لها حق النقد، وبالتالي ستدافع عنها برفض أي قرار دولي. لا بد من إعادة صياغة القانون، يعني ميثاق الأمم المتحدة وكذلك مجلس الأمن بما ينسجم مع القانون الإنساني، حيث يستطيع صاحب الحق أن يحصل عليه دون اعتراض من أي من الدول الخمس دائمة العضوية. يعني الحقيقة أنه الدعم يأتي من كثير من الدول، كان من المجموعة العربية في الأمم المتحدة، وأشرت حضرتك إلى إسبانيا نموذجا ومعها مالطا، أيرلندا، سلوفينيا وغيرها من الدول، تحدثوا صراحة في قمة المجلس الأوروبي في بروكسل التي عقدت بنهاية الشهر الماضي، تحدثوا عن زعمهم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. هل ترى حضرتك تغير في الرؤية الأوروبية؟ هل ترى حضرتك مزيد من الدعم من قبل الدول الأوروبية؟ الدول الأوروبية في بداية الحرب الفلسطينية كانت مرتبكة، ربما متوجسة، خيفة، لا تعلم أين تضع قدمها في هذا الموضوع بشكل عام، ولكن تشعر حضرتك أن اليوم هناك رد فعل مختلف، وجهة نظر مختلفة، أداء حتى ونبرات تعبيرية مختلفة؟ دعيني أكون واضحا. في البدايات الأيام الثلاثة أو الأربعة الأولى من الأعمال الإعدائية التي يقوم بها جيش الكيان حتى الآن كان لديه ماكينة إعلامية ضخمة استطاعت أن تضلل وتخدع الأوروبيين وسواهم من شعوب العالم، بمعنى أنها قالت أن الفلسطينيين كانوا قد قاموا بأعمال عدوانية ضد المستوطنين واغتصبوا وقتلوا أطفال وإلى ما هنالك. لكن مع ذوبان الثلج وظهور المرج من خلال الإعلام الفلسطيني المركز
المركز المهني الصادق الشفاف تغيرت الرؤية، فرأينا ملايين من أبناء الشعوب الأوروبية قد احتشدوا في الساحات العامة في العواصم وسواها يضغطون على حكوماتهم لاتخاذ قرارات يعني تشجب تدين تضحض تحاول وقف هذه المجزرة الآدمية المستمرة. معلوم أن أكثر من 70 أو 80% من قطاع غزة صار مدمرا، أكثر من 33,500 شهيد جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ كانوا قد شكلوا بنك أهداف قبل أن يستشهدوا المدارس دور العبادة المقرات الأممية وسواها هي من كانت بنك أهداف للعدو. باختصار شديد الموقف الأوروبي في تحسن مضطرد في هذا الاتجاه، سيما أن بعض القادة كانوا قد أخذوا مواقف متطرفة في البدايات، ولنضرب مثلا الرئيس الفرنسي عندما دعا من تل أبيب إلى جانب رئيس وزراء الكيان بأن يكون هناك تحالف دولي يحاكي التحالف الذي حارب داعش، وطبعا البون واسع بين صاحب حق يدافع عن حقه عن عرضه عن أرضه وبين مجموعة راديكالية متطرفة مأجورة مرتزقة. لكن ذات الرئيس الفرنسي فيما بعد غير مواقفه وغير لهجته وغير تصريحاته واعتقد وانتقد بشدة العنف المبالغ فيه التي يقوم به الكيان، وقال ليس من الصعب أن تجدون وقد اعترفنا بدولة فلسطينية فيما بعد. يعني أقصد أن حتى الزعماء اقتنعوا بالرؤية بالرواية الفلسطينية ودحضت عمليا وبالأرقام السرية الإسرائيلية، ونحن الآن أمام يعني شيء جديد، سيما كما كنت قد قلت منذ لحظات وأريد أن أرسخها الآن، طالما أن هناك احتلال هناك مقاومة، هذا الأمر صار معروفا لدى العالم كاملا ولن يستقر العالم قبل أن تستقر المنطقة، وهذا أيضا معلوم. حل الدولتين حول يعني ناجز منهي لكل هذه الصراعات لكل هذه الخلافات، ومعلوم أن انتهاء الصراع في الشرق الأوسط ربما يكون له تداعيات إيجابية على كل الحياة الدولية في سياقات السياسية المجتمعية الاقتصادية الدبلوماسية إلى ما هنالك. الكيان دولة متصلة، العالم صار يعرف ذلك ولو كان يعرف أنه يعرف ذلك سابقا لكنه كان يغض الطرف، الخوف تماما من أمريكا واستخدام حق النقد الفيتو، هذه نقطة. النقطة الثانية، الدول الأوروبية إلى حد ما كانت قراراتها مرهونة بالقرار الأمريكي، وكما شاهدنا ما حدث في شرق القارة الأوروبية من حرب صار لها سنتين وشهرين على الساحة الأوكرانية بين الاتحاد الروسي والدول الأطلسية كطرفين. أمريكا هي من صادر القرار الأوروبي، هي من يعني اتخذت القرارات، وكان الآخرون إلى حد ما يمشون خلفها. حياتك دكتور صلاح، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا، كان إضافة بكل تأكيد. دكتور صلاح قراطة أستاذ العلاقات الدولية كنت معنا مباشرة من مدريد، شكرا جزيلا. وبالتأكيد حصول الفلسطينيين وإن تم على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بالتأكيد سيكون نقطة جديدة وصلاحية جديدة إضافة جديدة على الأرض للفلسطينيين، ولكن تبقى هناك كثير من الأطروحات الأولى والأولية، منها إنهاء هذه الحرب بشكل فوري، وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، إنفاذ مزيد من المساعدات، الوقف التام لسياسة التجويع والإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان المحتل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. نتمنى لهم السلامة، نتمنى أن يحفظ الله الأرض الفلسطينية العربية. شكرا جزيلا لحضرتك.